طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بيه نقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة. ولدت عرجة بظل نظام احتلال، الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. نعم. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا فيها. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة حول حديث عن خلافات وانقسامات في بين فصائل ميليشيات الحشد الشعبي وقادتها، بل هناك حديث عن اتساع هذا الخلاف خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما بدأ من خلال تصريحات قادتها أو البيانات التي تصدر عنهم ومواقفهم السياسية، حتى تحركات مسلحي الحشد في ظل انقسام بين توجهين داخل الحشد، خط إيراني قوي مناوئ للحكومة وآخر معارض للأول ويعرف اليوم باسم الجناح العراقي، وهو يعتبر نفسه مرتبط بالمرجعية الدينية في النجف ويرفض وصاية إيران ويسعى لأن يلتزم بقرارات الحكومة، هذا ما يدعيه. تنقسم ميليشيات الحشد الشعبي كما معروف في تقليدها الديني إلى مراجع عدة، الكثير منها ترجع أصولها المذهبية إلى ما تقره ولاية الفقيه والمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وتتلقى تمويلا ودعما سياسيا وعسكريا من طهران، في حين تتبع فصائل أخرى المرجع علي السيستاني في النجف الذي لديه ممثلون كثر في داخل ميليشيات الحشد الشعبي. تذهب فصائل أخرى إلى تقليد المراجع الأخرى كمحمد صادق الصدر وكذلك المرجع محمد اليعقوبي. الخط الإيراني اليوم يمثل أو ما يعرف اليوم في العراق على نطاق واسع بالحشد الولائي، الحشد الولائي في إشارة إلى المرشد علي خامنئي قيادات عدة في الحشد الشعبي مثل أبو مهدي المهندس، هادي العامري، قيس الخزعلي، أوس الخفاجي، أكرم الكعبي، هؤلاء يتبنون حاليا موقفا مناويا في تصريحاتهم العلنية للحكومة ورئيس حيدر العبادي، ويصرون على مخالفة توجهات الحكومة فيما يتعلق بانسحاب الفصائل المسلحة من المدن والسماح لأهلها بالعودة إليها مثل جرف الصخر ويثرب وبيجي وغيرها من المناطق. كذلك يدعمون رئيس النظام السوري بشار الأسد وجماعة الحوثي في اليمن، وفي وأخيرا قدم بعضهم العزاء بمقتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد، وكذلك يهاجمون التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، كما أن الفصائل التابعة لهؤلاء تمتلك سجونا خاصة بها تخفي داخلها آلاف المعتقلين على خلفيات ودوافع طائفية. كذلك فإن هذا الجناح هو الذي يسيطر على مشهد أو سيطر على مشهد العنف الطائفي طيلة السنوات الماضية. الخط الثاني المعروف أو كما يطلقون على نفسهم بالخط العراقي، هناك قيادات كثيرة في داخل هذا الخط مثل ميثم الزيدي وعلي الحمداني، أبو دعاء العيساوي، حسين الساعدي، السيد فاضل المكسوسي، آخرين من القيادات الميدانية الفاعلة في الساحة العراقية، وبعضهم غير معروف إعلاميا، وهم في الغالب زعماء لفصائل مسلحة مرتبطة بمقتدى الصدر أو المرجع علي السيستاني. طبعا وفقا لمصادر مقربة من الحشد الشعبي ووفقا لتقرير أعدته صحيفة العربي الجديد، فإن الخلافات الحالية مزدوجة، الأولى بين فصائل الحشد نفسها والثانية بين جزء من الحشد وحكومة حيدر العبادي. مسؤول في المكتب الإعلامي لإحدى الفصائل المعروفة بتقليدها للمرجعية الدينية في النجف قال بأن إيران تحاول تكرار تجربة لبنان في العراق من خلال خلق جيش موازي مستقل، وهناك فصائل ترفض قرارات الحكومة والالتزام بها بل تتصرف عسكريا على الأرض من دون
موافقتها وتأخذ أوامرها من إيران، فيما هناك فصائل تلتزم كما يقول بقرار الحكومة لأنها تتبع النجف وكربلاء. ولفت إلى أن قيادات كثيرة في الحشد تريد الاستفادة من قانون الحشد ومرتباته، لكنها ترفض الالتزام بالقانون وقرارات الحكومة وتحترم رغبات إيران أكثر من المصلحة الداخلية للعراق. أشار إلى أن رأي السيستاني هو التزام الحشد بشكل تام بقرارات الحكومة، وخروج عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي أو خرجوا يوم الأحد الماضي في تظاهرة لم تستمر أكثر من ساعة واحدة قبل فضها من قبل القوات الحكومية وسط العاصمة بغداد، ورفع المتواجدون فيها وعددهم تقريبا لم يتجاوز 150 شخص شعارات تطالب بصرف مرتباتهم وتتهم العبادي بإهمال حقوق الحشد، قبل أن يعودوا مرة أخرى يوم الثلاثاء في تجمع أقل عددا في الحديقة المقابلة لوزارة التخطيط عند المنطقة الخضراء، وحاولوا نصب خيام لكنهم فوجئوا بقوات حماية المنطقة الخضراء تفض خيامهم وتأمرهم بالرحيل فضلا عن اعتقال ثلاثة منهم لاستجوابهم ومعرفة من يقف وراء التظاهرة. اليوم نريد نسمع آراءكم أعزائي المشاهدين حول هذه الخلافات، خاصة ونحن مقبلين على انتخابات في الشهر القادم، أيام تفصلنا على الانتخابات المزمع إجراها في 12 من آيار الشهر المقبل. هل بالفعل هذا يعني خلاف حقيقي أم فقط من باب ذر الرماد بالعيون كما يقال؟ معنا اتصال فاضل من بغداد. تفضل فاضل. فاضل تفضل. فاضل تسمعني؟ فاضل، إذن الاتصال غير متوفر حاليا. طبعا فرقة العباس وسرايا السلام وما يعرف بالإمام علي وميليشيات أخرى سارعوا إلى التبرع من هذا الحراك في الوقت الذي هاجمت فيه فصائل أخرى من الخط الإيراني تعامل الأمن مع المطالبين بحقوقهم من ميليشيات الحشد. يعتقد مسؤولون بأن هدف التظاهرة ليس المطالبة بالحقوق، إنما تقويض حظوظ رئيس الحكومة حيدر العبادي بالانتخابات المقبلة، لا سيما مع تسريبات انتشرت داخل أوساط سياسية تؤكد بأن إيران غير راغبة بولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، دفعت فصائل موالية لها للخروج والاحتجاج، مع الإشارة إلى تقصير حيدر العبادي مع المقاتلين والجرحى من الحشد الشعبي بحسب المسؤولين الذين تحدثوا لصحيفة العربي الجديد. طبعا لم يصدر أي تعليق من قبل قادة الحشد إلا بعد مرور 24 ساعة على التظاهرة، أعلنوا امتعاضهم مما تعرض له المتظاهرون وأكدوا قانونية مطالبهم، وقال المتحدث باسم ميليشيا العصائب ليث العذاري بأن التظاهرات التي خرجت من قبل جرحى وعناصر الحشد هي عفوية، واعتبر في بيان بأن الدستور قد كفل لحق التظاهر لكل فئات الشعب، وهؤلاء الأبطال كما أسماهم قدموا تضحيات كبيرة على مدى 3 سنوات وقاتلوا وضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن كما قال. أشار إلى أن الحكومة ومنذ إقرار قانون الحشد الشعبي تسوف في تنفيذ وعودها بإعطاء هؤلاء المقاتلين حقوقهم. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. حياك الله. حول الامور هاي الانقسامات اللي يحسون بها المجموعات هاي القتلة هي لعبة تضليل. هذول بالاعلام يدعون الانقسام بس بالحقيقة هم متفاهمين على كل شيء. نعم. الاعلام شيء والكذب ببلاش طبعا ومجانا. هم يضحكون على العراقيين ويعتبروهم سذج، لكن العراقيين فهموا الدرس. وخير دليل هاي الملصقات الانتخابية اللي تمزق، لكن هم يدون الحكم بأي ثمن. ناهيك عن هذا كريم شابوري يقول لك أنا يجيبهم بالقوة للانتخابات، وهما محمود يقول لك يا ماكو دولة مثلكم،
هؤلاء خدم يعني بيدي دول أشيالهم السفلة. هم عصابة أزمات يختلقون الأسباب لإدامتهم بالحياة وبحكم العراق. هم لو كان عندهم يعني لو كان يوجد أكو أشخاص يعني وطني حتى لو أكو وطنيين ما يخلوهم. يعني هسه دول الجماعة جايبيهم يعني بعيدين عنهم، لا هم منهم وبيهم، يخلوهم في سبيل يعني القائمة مالتهم تكبر بالأعداد ويقومون بينهم دول وطنيين ودول أصحاب خبرة ودراية بالحكم بالعراق. بس هم بواقع الحال لا، كلهم ما يفتهمون، هم جزء منهم دول المجموعة السيلة الجاية كلها من مثله يعني من جماعتهم. نعم. مفهميهم على الدرايس ومفهميهم على كل شيء. فهم دول جو يعني وباء للعراق، أي تضليل أي خسامات عندهم كذب. يعني تتوقع يصير خلاف بين داخل الحشد بين ما يعرف بالخط العراقي والخط الإيراني؟ نعم. تتوقع يصير خلاف قوي بين الحشد قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات بين ما يعرف بالخط الإيراني وهو الأقوى وبين ما يعرف أو أبداً ما يحقون على أنفسهم بالخط العراقي؟ أبداً أبداً أبداً، هذول كلهم شلة واحدة جمعهم قضية واحدة وخمط واحد وقتل الناس وترهيبهم وإذلالهم وتهجيرهم. نعم. يعني هذول يعني عمرهم ما يكونون على اختلاف أبداً. كل هم إيران هم جابتهم هم صنعتهم. يعني هم جزء حكم العراق يا أخي مصطفى يا مدي عمر والله ما أدري عمر ما الشبكة نعم. ماكو تعبانة نعم. عمر أخوي الغالي الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلم. يعني هم دولة يعني يهتمون للعراق. يعني أنا بأي منطق العقل يقول لك دولة لا يعرفون شيء عن العراق، لا يعرفون عن الآدمية، لا يعرفون عن الأخلاق، لا يعرفون عن مبادئ الإسلام، لا حتى النصارى حتى اللي لا إله إلا الله. يعني دولة يعني وباء على العراق، يعني وباء مدمر. نعم. بس العراقيين نصحوا يعني عرفوا الصالح من الطالح، فعليهم يعني اللي قدموه تخليص نفسهم يعني كرامتهم مهانة. يعني هسه أكبر مثال هاي المخيمات يا أخي الله أكبر. حتى لو يهودي هسه سمعت اليوم من الأيام أخوي عمر، يعني سمعت يوم من الأيام يهودي حارب يهودي. ماكو. هم يدعون الإسلام بينهم ومسلمين، لا هم كذب، لا إسلام ولا مسلمين ولا يعرفون شيء عن الإسلام. فهذول جو وباء على العراق يا أخي، وباء على العراق. التوعية البشر يعني ده بس لازم واحد يأخذ درس يا أخي. هاي صار 15 سنة. نعم. يعني 15 سنة ما كفى الدرس. نعم. أبو حسن من بغداد كان معنا. فاضل من بغداد عاود الاتصال. تفضل فاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الأستاذ عمر. حياك الله يا أهلا بيك. أستاذ عمر كانت عندنا بذرة أمل بهذه الانتخابات إن شاء الله تقوم من العراق العظيم، بس مع الأسف السيد العبادي عمر بن الحشد ما يشاركون بالانتخابات، والحشد نص أو ثلاثة أربعة الحشد هو موالي لإيران. كيف كذا؟ شو راح يشاركون بالانتخابات إذا هو موالي لإيران؟ نعم، يعني قائمة الفتح هي بزعامة هذا العامري راح يشارك بالانتخابات. اي نعم، هو موالي لإيران هذا العامري، وقاتل العراقيين بحرب العراقيين الإيرانية. نعم. شو تصور يا استاذ عمر يرحمك ابوك؟ نعم. شو تشوف اليوم الوضع داخل الحشد؟ يعني هناك خلاف كما يقال ويثار عبر وسائل الإعلام بين الخط الإيراني والخط اللي يسمون نفسهم بالخط العراقي. والله أنا أتصور يعني لعصص المنافسة أو قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات منافسة على كل شيء حكم. أنا أتصور يعني صار أمر. نعم. وإن شاء الله أكو خير بالعراق، شفيني إن شاء الله، والخير جاي إن شاء الله العراق، والخير جاي إن شاء الله. فاضل من بغداد كان معنا. طبعا أشار إلى أن وهو أشار إلى أن الحكومة خرقت الدستور من خلال الاعتداء على المتظاهرين وعلى عناصر الحشد، وكذلك فرقة العباس القتالية حذرت، وهي إحدى طبعا معروفة إحدى فصائل ميليشيات الحشد الشعبي، حذرت بعض الجهات السياسية من إقحام قضية حقوق الحشد في تنافسها الانتخابي المحموم، فيما نفت مشاركتها في التظاهرة
وأعقب ذلك صدور بيان عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اتهم فيه البعض باستغلال اسم الحشد في الانتخابات المقبلة، وشدد على أن هذا الأمر ممنوع بل لعله حرام لأنه يضر بسمعة المذهب والإسلام كما جاء في هذا البيان. معنا اتصال أبو خالد من بغداد، تفضل أبو خالد. سلام من الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكل كادر الرافدين الغيور الشجاع، ولكل مشاهدين الرافدين، ولكل شعبنا بكل أطيافه. حياك الله. اسمح لي سيدي وألتمسكم أن تمنحوني بعض الوقت القليل لإيصال رسالة إلى شعبنا العربي إلى شعبنا العربي الأبي الغيور الصبور الشجاع، وفي مقدمتهم شعبنا في العراق. نعم. وأبدا بالتحية لقناة الرافدين صوت العراق الحر الصادقة والأمينة عما تتحدث لشعبنا في العراق. نعم. ولشعبنا العربي الأبي، إن أهلكم في العراق حملوني رسالة أن أنقلها لكم بكل مصداقية، ويطالبونكم التركيز الدقيق ومزيد من الحلقات بخصوص الانتخابات في هذا الوقت الخارج. ونقسم بالله العظيم، أو أنتم تعرفون أكثر منا بخصوص هذا الموضوع، ونقسم بالله الذي رفع السماء بدون غمد أن الحلقات السابقة التي تتكلمون عنها بخصوص الانتخابات أثمرت والقناعة تولدت لدى كل شعبنا الغيور، وخرج الكثير من شعبنا بخلع صور المرشحين الجدد ووضعوها في الأرض وسحقوها بأجلكم الله بأحذيتهم، وهذا ليس جديد عليهم أنهم الشجعان وأنهم نفسهم الذين أبكوا ملالي إيران أم وطهران. نعم أبو خالد. زين أبو خالد، اليوم أنت شنو رأيك بالخلاف داخل ميليشيات الحشد الشعبي؟ هناك حديث عن خلاف، وهناك من ينفي هذا الخلاف. سيدي أقسم بالله، سيدي عمر أقسم بالله، أقسم بالله، جميعهم خونة، الحكام السياسيين في العراق خونة ثم خونة ثم خونة، وتقودهم إيران ويتكلمون على الغصاب الكل تقودهم إيران، الكل تقودهم ملالي إيران، وإيران ارتباطها في المؤسسات خل يفهم العراق، خل يفهم العرب، خل يفهم كل السياسيين. نحن رجال سياسة ويفهم السياسة، نحن 35 سنة تعلمنا السياسة من أين تبدأ وأين تنتهي. العالم يقوده الموساد وإيران وملاء، ليس عن شعب إيران، شعب إيران مغلوب على أمرهم الله، شعب طيب بسيط ولكن مغلوب على أمرهم. إن ملالي حكام، إن ملالي طهران ارتباطها في الموساد، ويقولون أمريكا الشيطان الأكبر، إنهم الشيطان الأكبر هم وأمريكا وإسرائيل. لا شعب لغن يخرج للانتخابات ويضع علامة الأكس وسيفوزون فوزا ساخط، مع ذلك نضع علامة أكس وسيفوزون فوزا ساخط، لأن الأسماء أعدت مسبقا من قبل طهران. ولا تتجرأ أمريكا أن تحتل العراق لولا إيران. تقول أمريكا الشيطان الأكبر، إن ملالي طهران هم طهران هم الشيطان الأكبر. فعلى العراقيين أن يخرجوا جميعهم، وهم أهلي وهم غيارة بكل أطيافهم وهم شجعان، أن يخرجوا للانتخابات ويبغوا غلامة العكس، إنها الثورة والله والله إنها الثورة، وقريب سترون النصر للعراق إن شاء الله. أبو خالد من بغداد كان معنا. معنا اتصال أبو عباس من بابل، تفضل أبو عباس. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ عمر؟ أهلا بك، حياك الله. شلونك أستاذ عمر؟ الله يسلمك، أسمعك، تفضل. بالنسبة للانتخابات ما بيها كل تغيير، وعندي الدليل، أنا من محافظة بابل. نعم. شلون بالله أبو عباس؟ القائمة الوطنية. نعم.
نعم أبو عباس استمر. أبو عباس تسمعني؟ انقطع الاتصال مع أبو عباس من بابل كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا حول هذا الموضوع مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي تحدث كذلك لصحيفة العربية الجديد بأن التظاهر التي قادها بعض المقاتلين في الحشد الشعبي مدعومة بالأصل من قياديين في الحشد، وتهدف إلى النيل من رئيس الحكومة حيدر العبادي وتعبئة العراقيين ضده بحجة أنه لم ينصف قوات الحشد، والهدف واضح والحصول على مكاسب انتخابية. أضاف بأن الحكومة قادرة على دفع المخصصات المالية للمقاتلين في الحشد وتسليمهم حقوقهم، إلا أن رئيس الحكومة حيدر العبادي يدرك الفساد في ملفات عديد الحشد والسبب في عدم إعطائهم رواتبهم، وتنفيذ الأمر الديواني الصادر بشأنهم يعود إلى مواصلة للتدقيق بملفات قوات الحشد والإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية، وهذه الإجراءات تحتاج إلى وقت طويل وجهد مكثف حتى تكتمل. معنا اتصال أبو عباس من بابل، عاود الاتصال معنا، تفضل أبو عباس. ألو، السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ عمر؟ الله يسلمك، يعني تفضل. بالنسبة لك نعم أبو عباس، انقطع الاتصال مرة ثانية مع أبو عباس. أشار المصدر المقرب من رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى أن بيان فرقة العباس وكذلك مقتدى الصدر على أنهما لم يشاركا بالتظاهرة جاء بعد تأكدهما بأن التظاهرات مدفوعة من جهات من داخل الحشد تتلقى دعما من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، وهي مؤيدة لإيران وخاضعة لقراراتها، لذا فإن الصدر وفرقة العباس الموالية لمرجعية النجف كما يقول المصدر المقرب من حيدر العبادي والمتمثلة بالسيدة السيستاني أعلن البراءة وعدم المشاركة فيها، فضلا عن دعوتهما إلى عدم استغلال ملف حقوق الحشد لأغراض انتخابية. بالمقابل القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي تحدث بأن التظاهرات خرجت بطريقة عفوية، والمطالبة بالحقوق هو ما دفع شباب الحشد إلى الاحتجاج، لكنهم فوجئوا بالرد القاسي من قبل القوات الأمنية الذين انتهكوا حرمة المقاتلين، وقال بأن على الحكومة عدم نسيان المقاتلين وتنفيذ قرار البرلمان بأسرع وقت ومساواتهم مع باقي القوات الأمنية. أشار إلى أن الوقت حرج، وأي تدخل من أحد السياسيين في ملف حقوق الحشد ستعتبره كل الأحزاب والتحالفات السياسية دعاية انتخابية. عضو البرلمان جميلة العبيدي تحدثت إلى أن الحشد الشعبي أسس لأجل أهداف عدة وليس فقط للدفاع عن الوطن حين احتل تنظيم داعش مناطق عراقية، إنما لاستغلاله بعد الحرب
من قبل قياديين فيه وسياسيين للحصول على مكاسب مادية ومناصب. أضافت في اتصال مع صحيفة العربي الجديد أن الدليل على ذلك هو استقالة معظم قادة الحشد بعد إعلان العبادي عدم السماح لأي عسكري منهم بالترشح للانتخابات البرلمانية، فقد ترك القادة كما تقول حشدهم الذي سعوا إلى تقويته ما إن عرفوا أنهم سيخسرون المناصب البرلمانية إذا استمروا فيه. طبعا معروف بأن البرلمان وافق على إقرار قانون الحشد الشعبي في نوفمبر تشرين الثاني 2016، ويقضي القانون بتحويل ميليشيات الحشد الشعبي إلى هيئة تابعة لرئاسة الوزراء تتمثل أو تمتثل لأوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي، كذلك مساواتها من حيث التنظيم والمخصصات المالية بباقي الأجهزة الأمنية النظامية في العراق. والشهر الماضي أصدر رئيس الحكومة حيدر العبادي قرارا ينظم ذلك ويساوي مرتبات الحشد مع أقرانهم في الجيش. إذن هذا الخلاف، يعني المصدر المقرب من حيدر العبادي يتحدث عن دفعهم من قبل نوري المالكي، وهناك حديث عن استخدام مظلومية الحشد أو حقوق الحشد في الوقت الحالي وعدم استلامهم لمرتباتهم كأوراق انتخابية ومكاسب انتخابية قادمة، تشويه لصورة الحكومة كما يقول المقرب من الحكومة، وخذلان من قبل الحكومة كما يدعي من هو داخل الحشد الذين لم يستلموا رواتبهم. من الاتصال معنا؟ معنا اتصال عبد الله من البصرة، تفضل عبد الله. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. وعلى قناه رافدين نور العين المشاهدين الكرام، اهلا وسهلا بك استاذ عمر. مثل ما تفضل استاذ حال قبل فتره قبل شويه قدامي بالحد على الحشيد وعلى هذا، قالوا لي شنو ترى اللي فلان وفلان. نعم. إلا ما رحم الله كثيرهم 70 جيران تصرف فيهم كما تشاء، زين ولا لا؟ تو فلان شيء يجيب فلان شيء، هسه تشوف هسه أي شيء يصير ويا ميتة يقبل بالسفارة يقول خلاص ما له ميتة، يعني ضربة واحدة مية صاروخ. هم هسه ميتة مثل المتعددة، لا تقدر بعد تجيب قوات العراق ولا تقدر تنزل ولا تقدر تسوي كل شيء. وبالنسبة لهم الحشد هاي الانتخابات بعد ما فيها هم بشوفوا هم دولة بعد إيران تخلي بالعلن بالمباشر إنه جماعة، يعني بعد حتى ما حد يحكي ما حد يتكلم وياهم بالمباشر، تخلي بالحكم رئيس وزراء وغيره ويتعرف راح تخلينا من خلال القوائم اللي شفناها الفتح غير على أساس فتحوا فلسطين. تفضل سيدنا. زين، يعني هذا الاستخدام لأنه هناك خلافات داخل الحشد وما مطين حقوق للحشد، مع العلم هناك قانون يتحدث عن مساواتهم بقوات الجيش وقوات الأمن ولهم مرتبات. هذا الحديث يعني استخدام دماء اللي ماتوا واستخدام تضحيات الجرحى حتى يوصل القيادي بالحشد إلى منصبه، حتى يضرب القائمة الانتخابية المضادة إليه المتمثلة بحيدر العبادي أو العكس، يعني وصل الحد إلى استخدام الدماء واستخدام التضحيات في هذه الانتخابات حتى في الانتخابات السابقة. عبد الله أخي، هو هسه العراق استخدم على يعني مثل ما تقول يظللون بها العقول الشاذجه، يعني اللي عنده جنرا الا ذكر ما راح المربي اللي حشيت 5% منهم اللي يصير قاعدين، الباقي هم كلها هذول هاي شيء تابع جيران ما حد يقدر يحكي. نعم، يعني انت برايك الخط الموالي لايران اقوى؟ شلون؟ الخط الموالي لإيران ما يعرف بالحشد الولائي أقوى من اللي موجودين من التيار الصدري وغيره. طبعا ما حد يقدر يحكي شو مو أقوى، هم هسه برجعوا بعد علني قدام الناس بالصورة والصوت، مثل ما برجعوا جيراني موجودين بالعالم برجعوا بس علني بالصورة والصوت، زين لما يفكرون بهاي يفكرون بالعالم نفس الخطية هاي،
الى الحين بعد 10 سنين من كان ما ان شاء الله ملموس، هاي المدرسه مشوهه والعالم مخيب ومفقوده ومهجره، البسجين ما عنده شيء يعطينه، ليش من جد حاكم معركه موصل ما يروحون يصلحون ولد الحرم، ليش يعني يلبس كل هالتفاصيل وكل شيء ما في شيء مسيطره. شكرا عبد الله من البصرة كان معنا. معنا اتصال أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله، أبو عبد الله تسمعني؟ انقطع الاتصال مع أبو عبد الله. خلونا نقرأ بعض رسائل الواتساب. يقول أخي عمر، النخبة الثقافية والفكرية والاجتماعية، خبراء القانون والاقتصاد ورجال الدين يدعون إلى عدم المشاركة الواسعة في الانتخابات، ولكن لا استجابة لدى الشعب بنسبة عالية، وهناك عدم ثقة بالعملية السياسية والانتخابية بصورة خاصة، الثروات تهدر، الاقتصاد ينهار، الإعمار والتنمية متوقفة، فرص العمل معدومة، الإعمار والإسكان مندثر، الفساد لا مثيل له، التربية والتعليم بدون تطور ومواكبة التقنيات، كثرة امتيازات النواب وبقية الجهات الحكومية فاقت كل التوقعات، القضاء والمدعي العام مغيب ومعطل ومسيس، هيئة النزاهة تتهم بالسرقات الخفيفة وتارك الثقيلة، الأمن مفقود ويتم تهديد البلاد والعباد في أي وقت، ومحافظة النازحين لا حلول للعودة وبناء بيوتهم، الحلول ثورة عارمة في يوم الانتخابات لأنها ستفشل مخططاتهم، هؤلاء تاريخهم أسود من الفساد وكل ما جنوه مبروك من الإمارات. عاود الاتصال معنا أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عمر، أنت سألت سؤال، يعني مع أن التيار الموال إيران أقوى، أنا أقول نعم، أنا أقول نعم. نعم نعم أبو عبد الله. أبو عبد الله انقطع الاتصال اليوم، هناك مشكلة في الاتصالات. يقول تحية طيبة، لا يخفى العراقي والشعوب العربية بين الحشد الشعبي ولاءه لولي الفقيه، وهو يأخذ أوامره من إيران، حيث أن أحد قلة الحشد عندما سأله أحد مقدمي البرامج هل أن قتالكم إلى جانب النظام السوري وموافقة الحكومة، قال بالحرف الواحد إننا لم نأخذ أوامرنا من الحكومة، فإننا أينما اقتضت الضرورة أن نقاتل خارج العراق دفاعا عن العتبات المقدسة. طبعا يقصد مرقد السيدة زينب رضي الله عنها في سوريا. كما سأل أحد مقدمي البرامج في أحد القنوات الفضائية البطاط قائد ميليشيا جيش المختار، إذا حدثت حرب بين العراق وإيران مع من تقف؟ أجاب بصلافة كما يقول مرسل الرسالة، مع إيران. أقول هل بقي أحد الشعب لم يشك بولاء الميليشيات إلى إيران؟ أبو مصطفى الجبوري. معنا اتصال سعد من السعودية، تفضل سعد. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك يا أخي الفاضل، تحية لهذه القناة الفاضلة. وأنا أقول يا أحباب الله، هذه الحكومة تأسست على دماء الشعب، هذا ما هو بس الانتخابات، الحكومة برمتها من يوم بدت وهي أكل جت على دماء الشعب هذا، لكن الحمد لله على ما قدر الله. الحين بهذا الوضع، وما وصل له الوضع لهذا السياسي، وهذا الخذلان العالمي، وهذا الخذلان الإسلامي لهذه الدولة وغيرها وسوريا. والمهم أخواننا في الله، يا أحبابنا في الله، في الرابطة العالمية للإسلام التابعة للعراق، لابد من أنه أول شيء توحيد الكلمة، ثاني شيء الاتجاه الصراحة. إن استمر الوضع على ما هو، والله العظيم هذول ما هو، بكرة بالإكراه بالقوة تروح تنتخب ولا نقتلك. ترى المرحلة الجاية إنك تنتخب ولا نروح نقتلك. هذه ميليشيات ما عندها أي ولاء ولا أي رحمة ولا أي إنسانية. فلازم هيئة علماء المسلمين تصدر بيان يا أخي إنقاذ العراق ما هو فيه. هذا الحين يعني أبو سعد أصدرت بيانات ناشرت به الأمة العربية والمجتمع الدولي، وليس هناك من أي مجيب من عام 2003 ولغاية الآن. يعني مع الأسف أنه الدول العربية ما زالت تدعم العملية السياسية بالعراق اللي جلبت لنا هذه المصائب. هي عملية فاسدة، لا منها أي خير ولا منهم أي
أنا اليوم ما هذا صوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عباس من بابل عاود الاتصال للمرة الثالثة. تفضل أبو عباس. أبو عباس يبدو اليوم الخطوط بالعراق تعبانة جدا. رسالة أخرى يقول: الأمر الطبيعي أن تحدث صراعات ومعارك بين قطعان هذه العصابات الإجرامية، ولكن الأمر غير الطبيعي ألا تكون هناك مشاريع تذكر لمواجهة أصحاب هذه القطعان الإجرامية من اللقطاء أبو قاسم من فلسطين. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم أخي الحشد، والميليشيات عصابات مجربة قاتلة وسرقت ولسرقة أموال وبيوت المناطق السنية كما يقول. كل يوم يطلع رجل معمم ومجموعة من الحرامية وقطاعين وقطاع الطرق يقول، والحكومة موافقة ومؤيدة هذه الميليشيات. لو واحد من المناطق السنية في بغداد حاول تأسيس حزب أو مجاميع مسلحة لحماية مناطقهم من الميليشيات المجرمة لاجتمع الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب وجميع وحدات الجيش لمحاربتهم. أما الميليشيات هؤلاء تابعين لإيران، وأن أي أحد ولا واحد يحاسبهم ينداس على رأسه كما يقول. من الاتصال معنا؟ سامي من بغداد. تفضل سامي. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك وإذاعة القناة. حياك الله يا أهلا بك. أستاذ عمر، يعني زعجب، يعني هو ليش هو هاي الميليشيات ليش شكلت يعني؟ نعم. المواد المالكي جيش كان كله وياه، يعني الجيش اللي سووه بعد 2003، وتعرف أنت شلون ماذا يفعلون بالمناطق الغربية وشلون يتصرفون معهم، يعني مو فد شيء مثلا غامض ولا شيء، فيديوهات بكل مكان. نعم. ليش هذا يعني هؤلاء الناس مو ما يعني أقسم لك بالله من أقول كلام، يعني يقول لك هذا شلون هذول ما يحبون العراق، ما يحبون العراقيين، يعني العراق كله من شماله إلى جنوبه يعني خلص من هالناس المثقفين الطيبين، يعني إلا هاجي العامري، يعني غير شخص مثلا مشبوه يابا، هذا اشطبوا عليه طلعوه عمه أو خلوه يصير نائب رئيس سمثينج لو نائب هذا، وخلوه لا تخلوه يجي قدام الواجهة، وناس بالبصرة وبالفاو وبالناصرية أهاليهم وأعمامهم وخوالهم ميتين، شلون هيجي شلون يتينون الشعب العراقي وتخلون صورة يكرمك الله كلب مثل هذول الكلاب اللي قتل العراقيين وتخلوه بالواجهة وتسووا مجاهد؟ ما يصير يعني. أنتوا غير مو هي هاي المسألة، لا احترام ولا تقدير ولا أبدا أي شيء للعراقيين هالشكل يعني. زين، لأيد هذه الشخصيات، لأيد هذه الشخصيات اللي ولاءها واضح ومعروف، يعني برأيك هل هو قلة وعي، هل هو قلة ثقافة، قلة تعليم، أم أنه الدافع المذهبي والعقائدي يدفع على هذا الشيء؟ أستاذ عمر، إحنا والله إحنا عراقيين وواحد يعرف الله الصراحة، يعني إيش أنا أقول لك، هذول أكثرهم كانوا بعثيين وتعلموا سابقا مثلا، يعني إحنا مو بعيدين عن المشهد الديني لو السياسي، يعني شوية حزب البعث سابقا شوية استخدم القوة، هذول استخدموا نفس الشيء صراحة. يعني شوف مثلا، يعني مثل بسيط، يعني ها مثلا الخزعلي، الرجال على باب الله كان يوم اغتدى الصدير وكان بالحنانة ويستخدمون به، جيب تعال ودي كذا كذا، وبعدين مسكوه 8 أشهر الجيش العراقي مال المالكي يدق عليه 8 أشهر إلى بعدين باقوا، بعدين خطفكم إنجليزي وطلعوا زين. يعني هذا شوف، يعني هذا تجربة مثلا، إجا إيران سوتها لبلبتها نظفتها وخلتها عنصر شلون تفرقه، يعني مو مثلا هو ما شوف لحد الآن مثلا دولة سيارة السلام لو كذا، يعني قسمهم أداهم، ما شوف يعني ضمنيا سريا مقدر الصدر يكره هذا، بشينه هذا انتمى لإيران بسبب حتى علشان سود عنصر آخر مميز. نعم. ليش زين ليش إيران ليش دعمت هاي؟ إيران الولايات المتحدة الأمريكية دعمت نور المالكي بولاية الأولى وبولاية الثانية لتولي رئاسة الوزراء، وحصل ما حصل في العراق. زين، أنت تفضلت بكلمة قلت يعني هالعراق خلاص ما بي ولا شخصية ولا مثقف ولا قيادي حتى
تجي شخصيات مثل هذه الشخصيات اللي ذكرتها أنت مثل هذا العامري حتى تمسك رئاسة الوزراء؟ يعني شنو الخبرة؟ يعني الرجل مسك وزارة النقل وفشل بها، ومسك يعني كذلك الرجل له تاريخ مع إيران وقتاله مع الإيرانيين، يعني على الأقل يخلون واحد ما علي أي شبهة، ما علي أي غبار، غير معروف، يعني حتى يمشون أمورهم. يعني ليش حصرا هذا الرجل مثلا أو هذا الرجل؟ يعني الآن حاصريها بين هذا العامري نور المالكي حيدر العبادي يأخذ ولاية ثانية، ليش هذا الحصر بين ثلاث أشخاص؟ يعني حتى حزب الدعوة هناك أزمة داخل الحزب أنه يرشح أشخاص ما معروفين ما طالعين على الشاشة، يعني كأنه هناك أو ليس كأنه هناك بالفعل استئثار بالحكم من قبل هذه الشخصيات على حساب حتى حزبهم وعلى حساب حتى مشروعهم المعلن وهو سيطرة حزب الدعوة على رئاسة الوزراء. بالضبط، حزب الدعوة هو المهيمن، لأن هذا الحزب عميل ويشتغل إيران، وإيران يعني إيران هم شلون واحد البياضة وفقسته وكذا، فهذا لازم يبقى على الساحة تخريبا أو أي شيء آخر. هذول البقية جايين اللي حسب ما تفضلت حنان الفتلاوي وبقنا واخذنا وكعكة وكذا، هذول هالشكل ما هو كل فتات البسيطة، بس أهم شيء حزب الدعوة يسيطر على العراق. لا. أستاذ عمر شيء واحد بس أقول لك قبل ما تفصلني يا أخي العزيز. لا. أقول لك شغلة صراحة، يعني ما يخالف إحنا رضينا بالحكم الشيعي وعلى رأسي وكذا هاي، يا شكرا خلي يجيبون واحد شريف، خلي يجيبون واحد شريف. خليني أضحكك، هسه واحد دز رسالة ظاهر من الحشد أو يقول لن يكون هناك حكومة سنية داعشية في العراق. زين ماشي، طبعا هذا أمر مرفوض، تكون ماكو حكومة داعشية وما تصير. نعم لن تكون هناك يعني أرفق سنية داعشية. زين أنتوا يلي جيتوا بحزب الدعوة من العام 2003 لغاية الآن سويتوا؟ جاوبه أنت، أنا ما راح أجاوبه. لا اكو هوايه سامع انت. نعم. يعني ناس يقبضون اموال في سبيل حتى يتحدث لك كلامين. يعني هذا فد واحد يكرمك الله، يعني فد واحد لا بدون تجاوز الحمير anyway، يعني هذا لا. نعم. لا يذكر، بس قصدي خلي يجيبون لنا واحد يا اخي من الوسط والجنوب، زين على راسي واحد شيعي عراقي. نعم. شيعي عراقي. خلي ليش 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 دمروا الصرخي واتباعه؟ ليش؟ لان ما يريد الايرانيين يا اخي، مو يقول أنا مو إيراني أنا، يعني خلي يجي واحد يعرف. أقسم لك بالله يا أستاذ عمر، إحنا يعني متعايشين معاهم وبالجامعة وكذا ونحب، يروح للكاظمية أنا أروح للعظمية هالشكل، يعني خلي يجيبونا واحد شريف عراقي شيعي يحب أهل البيت بصراحة، يعني ماكو. لا. ويحب صحابتنا وخليه يسلم، ما يصير ما يرام أبدا. لا. لازم واحد يكرمك الله كلب إيراني ويكره الصحابة وكذا في سبيل حتى يبقى هاي تر عمر. أبدا ما راح يصير أي شيء للعراق، راح يبقى بهالمعمعات هاي، ولا أهل الجنوب ما يحصلون شيء، أهل الغربية لا يرجعون إلى مكاناتهم، ويبقى هالشكل ذولا فرحانين بالمنطقة الخضراء وأمريكا وإيران والسعودية وتركيا وهالشكل، والعراق يبقى ضايع ولا أبداً كل شيء ماكو. سامي من بغداد كان معنا، شكرا لك. رسالة من أبو إبراهيم من بابل يقول السلام عليكم أستاذ عمر، بالنسبة للعراق لن يحصل التغيير طالما الأحزاب موجودة، وقول الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. والشيء الثاني هو من تدير العراق أو من يدير العراق هي إيران، فلا يكون تغيير في العراق إلا بحمل السلاح ضده، هذه المؤامرة على الشعب العراقي. وشكرا أبو إبراهيم من بابل. معنا اتصال ابو عبد الله من لندن، عاود الاتصال معنا، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي عمر، انا ارد على هذا الرجل اللي يقول حكومه داعشيه. طيب مثل ما قلت، يعني هم ايش سووا؟ يعني من يعني كل هالاطميات وبكاء وعزاء على مدار السنه، وطبعا يعني هل بنوا أي شيء؟ هل عمروا؟ لا، هو أصلاً بالعكس يعني قتل. أنه تكون حكومة داعشية هاي ما حد راح يقبل بيها ولا معقولة، ولا أصلاً يعني داعش معروف شنو أفكاره متطرفة، يريد يقود العراق بأيديولوجية معينة، ويمكن يطير أكثر من نصف الشعب العراقي إذا مو ثلاثة أرباعه.
لكن أنت كما تفضلت أنه شنو اللي قدموه العام من العام 2003 لغاية الآن؟ يعني شنو اللي توفر للشعب خلال هذه السنوات؟ أخي عمر هم يعني احترامي للعقلاء، من كثر اللطم هناك خلل في العقل. يعني مالكي شخصيا، خلي هذا الرجل اللي يتكلم يقول حكومة داعشية، مالكي شخصيا صورة وصوت يقول كلنا فاسدين ويجب أن لا يكون لنا دور في العملية السياسية القادمة. نعم. الذي يدعم مالكي أو العامري أو العبادي، فهم هؤلاء يقول كلنا شاركنا في الكعكة. لكن دعني أقول بالنسبة يعني هؤلاء العملاء إيران أو أتباع إيران، يعني الآمر يقول الإمام إذا قال حرب حرب وسلم سلم، هو يعني إيراني بامتياز. فمثل ما قلت التيار الإيراني في العراق أقوى، فالإيرانيين يريدون شخص يكون موالي لهم. لكن أنا أريد فقط بسرعة بعجالة أرد على قيس الخزعلي. يعني وميليشياتهم الموالين لإيران الذين يقتلون الأبرياء، يقول أن الجهاد الكفائي مصدر وإمام علي والسيستاني قال. أنا أقول الأمريكان، الذي أنتم تقولون الأمريكان شيطان أكبر، تقولون الأمريكان شيطان أكبر. أمريكان أيام مقتدى الصدر والأياد علاوي، السيستاني مكتبه والسيستاني قال اقتراب الأمريكان من قبر علي خط أحمر. الأمريكان قصفوا قبر إمام علي، فلماذا لم يصدر جهاد كفائي ضد الأمريكان؟ بل بالعكس استلم أموال رامسفيلد، يقول نحن أعطيناه 200 مليون دولار أن لا يصدر فتاوي جهاد ضد الأمريكان. أبو عبد الله من لندن كان معنا. انتهى وقت البرنامج، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن وجود خلافات وصراعات داخل ميليشيات الحشد الشعبي، ما يعرف بالحشد الولائي التابع لإيران، وما يعرف بالخط الثاني، الخط العراقي داخل العراق، وإمكانية تصاعد هذا الخلاف. استمعنا إلى آراء المتصلين وإلى بعض رسائل الواتساب التي قرأناها. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم إن شاء الله يوم غد في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. في أمان الله.